ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ودايما في خير وسعادة وسلام. النهاردة هتكلم عن عطرين مشهورين جدا 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 في دنيا العطور، ومن العطور الاكثر مبيعا حوالين العالم فعلا. العطر الاولاني هيكون من دار ديور وهو عطر صوفاج، والعطر التاني هيكون من دار شانيل وهو العطر المعروف بلو دي شانيل. ده عطر صوفاج اودو برفيوم، وده عطر بلو دو شانيل دوت اودو تواليت. ده عطر اهوت بلو دي شانيل، دي زجاجة 50 مللي، طبعا دي زجاجة 100 مللي سوفاج اودو برفيوم. الخلينا اتكلم على العطر الاولاني، هو عطر بلو دو شانيل. العطر دوت يعني العطر مقدمته تشم الجريب فروت وتشم الليمون ومجموعة من الحمضيات، وبعد كده بتخش على بعض الصموغ الراتنجية، وبعد كده بتخش على يعني جوز الطيب، الفلفل الوردي، لمحة من الياسمين، في برضو في قاعدة العطر أخشاب الصندل وأخشاب الأرز والفيتيفير، الزنجبيل والنعناع والباتشولي والبخور. بصراحة عشان أكلمك، العطر ده جميل، هو عطر مقبول لدى غالب الناس، وعطر انتشر جدا، والعطر ده تم اصداره سنة 2010. النسخة اللي معايا دي اودو تواليت، والنسخة اللي معايا دي سنة 2010، يعني دي أول نسخة من نسخ العطر. عطر طبعا الباتشات الأولانية بتاعته قوية جدا جدا جدا، اودو تواليت أقوى من، يعني عايز أقول لك نفاذة جدا عن الاودو بيرفيوم والبرفيوم الحاجات الجديدة اللي نازلة، برغم الاودو بيرفيوم والبرفيوم المفروض إن هما بيبقوا نسخ أتقل من العطر. العطر ده عطر شبابي كلاسيكي، يرتدى كاجوال، يرتدى على البدل الرسمية، يفضل البدل الرسمية لأنه انتوا عارفين الليمون والحمضيات مع الأخشاب والبخور ويعني النوتس ديت والفيتيفير واللافندر، يعني بتدي طابع ذكوري كلاسيكي، فبيفضل إن هي تلبس على أو ترتدى على البدل الكلاسيكية. لكن لو تم ارتداؤه على تيشيرت، تم ارتداؤه على قميص وبنطلون، هيبقى برضه شيك وجميل وصباحي ونهاري وبعد كده ليلي، وممكن تستخدمه طول اليوم، يعني من العطور اللي تسعفك في اي وقت. العطر ده فيه ميزة كويسة جدا، طبعا احنا دلوقتي في الشتاء، العطر دوت يعني تحفة في الشتاء، يعني العطر ده في الشتاء يعني يفصح عن اشياء لا يفصح عنها في الصيف، ده حقيقة فعلا، عطر بديع في الشتاء بجد يعني. فيعني هذا كان ايه العطر الاولاني اللي هو بلودي شانيل. العطر التاني اللي هو سوفاج من ديور، عطر برضو مشهور جدا، عطر مشهور جدا، الافتتاحية بتاعته من البرجموت وبعدين بيخش اللافندر وبعدين الفلفل، وفي نوتة اسمها اليانسون النجمي، وبعدين بقلب العطر بيبقى فيه جوزة الطيب والخزامة، وفي قاعدة العطر النوتة المعروفة الامبروكسان والفانيليا. دول عطرين كويسين جدا جدا جدا، يستخدموا صيف وشتاء، لكن انا شايف ان ده للصيف اكتر منه للشتاء، شايف ان ده يعني في الشتاء هيبدع جدا جدا. طب انا بفضل انهي فيهم؟ لو انت تقدر تشتري الاثنين فاشتري الاثنين، لكن لو عايز رأيي انا، فبصراحة انا بميل لسوفاج، وده يمكن رأيي يعني ممكن في بعض الناس تستغربه، لان هو الصراحة ده العشاق وده العشاق، لكن بعض الناس كنت بشوفهم او بعض الناس الزملاء يعني كانوا بيميلوا اكتر لبلو دي شانيل. انا صراحة اميل لسوفاج نسخة الاودو برفيوم، وانا جربت من ده نسخة الاودو تواليت والاودو برفيوم والبرفيوم، لكن سوفاج انا بميل لسوفاج جدا جدا، وبشوف ان هو يعني متفرد قوي، متفرد قوي في الرائحة، بينما بلو دي شانيل يعني انا كنت بقى بعمل عطر اسمه سيلفر سنت الحلقة اللي هي اللي فاتت دي، انا شايفه قريب من سيلفر سنت، يعني شايف انه يعني عادي، لكن العطر ده جديد فعلا. العطر ده انا شعرت فيه بانه عطر جديد ولطيف، وهو محبوب، العطرين دول محبوبين من النساء ومن الجنس الاخر بطريقة فظيعة، يعني خصوصا ان انا جالي تعليقات كتير جدا على ده، يعني ده ابن لذينة، يعني ده ابن لذينة فعلا، يعني عطر تحفة. ده كان بالنسبة لاختياراتنا عن سوفاج وبلودي شانيل. انا لو هختار سوفاج يبقى معي، لكن بما اني عندي الاتنين فايتس اوكي، مفيش اي مشكلة. الجزء التاني بقى اللي انا عايز اتكلم فيه، وهو
ازاي يعني ايه، ما هو الاستخدام الامثل للعطر؟ اولا عشان تبقى انت فاهم يعني في حاجات كده، مجموعه من الاشياء لازم تكون فاهمها كويس جدا. عطر نيش، عطر ديزاينر، عطر تقيل او قوي، عطر مش تقيل وعطر مش قوي، ممنوع منعا باتا انك انت تحط العطر هنا او هنا، يعني ده ممنوع. معنى انك انت تحط العطر هنا او تحط العطر هنا، هنا الزاويه دي من الرقبه خصوصا، هنا وهنا. ليه هتحط العطر هنا وهتحط العطر هنا؟ ربع ساعه ومش هتشم العطر. ليه؟ لانه دي اقرب منطقه للانف، والانف خلال ربع ساعه هيفضل يشم العطر لحد ما ممكن يعتاد عليه. مره مع مره مع مره مع مره ممكن يبقى العطر قوي جدا، لكن انت مش قادر تشم تدرج النوتات بتاعه العطر لانها جنب مناخيرك. فاول منطقتين تبعد عنهم هم المنطقتين دول، دول بالظبط من الرقبه، المنطقتين دول حاول ما ترشش فيهم خالص لو العطر فواحان وثبات متوسط. لو العطر تقيل طبعا ما ترشش برضو. طيب ايه الاماكن المفروض ارش عليها وتبقى بالنسبه لي الاستخدام الامثل والارتداء الكامل للعطر؟ اولا المكان الاولاني هنا، وبعدين هنا، هنا رشتين وهنا رشتين، وبعدين اذا كنت هتروح في مكان مفتوح فهترش هنا رشتين وهترش هنا رشتين وهترش هنا رشتين وهترش هنا رشتين وهترش هنا وهترش هنا. ولو عايز تروح عند يعني رايح عند خطيبتك او رايح عند ناس من الناس اللي انت عايز تسيب علامة او بصمة عندهم، هتخلي حد يرش لك على ظهرك رشتين هنا ورشتين هنا، فلما تقعد في الانتريه او في الكرسي ممكن تسيب علامة وبصمة في ظهرك. ده الاستخدام الامثل للعطر. غير كده لا، ما تحاولش تقرب العطر من هنا، ممكن ترش رشتين هنا او رشتين هنا ورشتين هنا، تقدر تشم نوتات العطر. طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير وعلى خير، السلام عليكم.